بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز الساحلية الفرنسية وتستمر لمدة 3 أيام. القمة التي يشارك فيها الرئيس السيسي بوصف مصر الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي تعقد على خلفية الحرب التجارية المعلنة بين الولايات المتحدة والصين والتوترات القائمة بشأن التعامل مع إيران وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت. القمة تعقد بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورؤساء وزراء اليابان وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي والذي تستضيف بلاده القمة. كما يشارك في القمة عدد من القادة المدعوين، من بينهم قادة مصر وجنوب إفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وإسبانيا والهند وأستراليا وشيلي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وخلال مشاركته في القمة يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي تتناول الرؤية الإفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين إفريقيا ودول مجموعة السبعة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتشهد القمة أول حضور لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، حيث سيناقش القادة معه ملف بريكزيت الذي وعد بتنفيذه بحلول 31 من أكتوبر القادم. القمة في يومها الأول بدأت باستقبال الرئيس الفرنسي للقادة المشاركين فيها، أعقب ذلك مأدبة غداء غير رسمية. أما في اليوم الثاني فتعقد جلسة عمل تحت عنوان الاقتصاد العالمي التجارة ومتابعة النقاش حول أجندة الأمن الدولية، كما تعقد جلسة على مأدبة غداء عمل حول محاربة انعدام المساواة بمشاركة ممثلي 6 منظمات دولية. ثم تعرض مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير المجلس الاستشاري حول المساواة بين المرأة والرجل. يعقب ذلك استقبال رؤساء الدول الإفريقية المدعوين للقمة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ويعقب ذلك جلسة عمل حول الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا. وتختتم القمة أعمالها يوم الاثنين بجلسة عمل حول المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات، يعقبها غداء عمل حول التحول الرقمي، ثم الجلسة الختامية للقمة والمؤتمر الصحفي الختامي. أهلا بحضراتكم، سنتوقف حول أعمال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وباسمكم أحيي الدكتور عادل إدريسي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. ماذا لديك بشأن مجموعة السبع الصناعية الكبرى؟ ما هذه المجموعة؟ ما قوة وتأثير هذه المجموعة؟ مجموعة السبعة طبعا هي واحدة من أهم المجموعات أو التكتلات اللي نقدر نقول عليها على مستوى العالم، بتضم أكبر 7 اقتصادات على مستوى العالم. المجموعة ديت يمكن احنا تابعنا وشفنا الدعوة اللي توجهت لمصر من جانب فرنسا، ومصر يمكن بصفتها هي رئيس الاتحاد الإفريقي في عام 2019. أكيد احنا بنتكلم على مجموعة اجتماعها في الوقت الحالي في فرنسا في ظل تحديات كبيرة جدا بيواجهها الاقتصاد العالمي، ويمكن حتى التحديات ديت مش هنقدر ان احنا نختزلها بس حتى يمكن في الحرب التجارية اللي ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في مجموعة كبيرة جدا نفس العنوان الحرب التجارية كانت مطروحة على قمة العشرين بالضبط، وما زالت الحرب مستمرة، ما زال التصعيد مستمر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين. طيب قبل الدخول في التفاصيل جدول الأعمال والتحديات، منذ متى وهذه المجموعة تطل على العالم؟ يمكن من منتصف السبعينات القرن الماضي احنا شفنا ان هي تشكلت الاول ب6 دول، وبعد كده انضم ليها كندا بقوا 7 دول، وكانت روسيا موجودة لغاية 2014 كانوا 8 دول، وبعد كده روسيا يمكن بعد كده خرجت نتيجة طبعا فكرة الخلافات اللي ما بينها وما بين دول السبعة عشان المشكلة اللي ما بينها وكانت ما بين أوكرانيا دوت اللي يمكن خلاها من 2014 ما بقتش موجودة وأصبحت 7 دول. وخلينا برضو في الجزئية دي نأكد أن يمكن الرئيس ترامب كان بيؤكد على توجيه دعوة لروسيا أن هي تعود
مرة أخرى لمجموعة السبعة، وكمان فرنسا يمكن بتتبنى نفس الدعوة ديت، لكن ده اللي خلينا يمكن نقول مستقبلا ممكن روسيا تعود مرة أخرى لمجموعة السبعة. إذن الفارق بينها وبين قمة العشرين بعيدا عن الفارق العددي، الفارق الجوهري ان طبعا مجموعه العشرين او جي 20 في اسواق ناشئه بتبقى موجوده او اقتصادات ناشئه زي البرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا والسعوديه غيرها من هذه الدول بتبقى موجوده مع الاقتصادات السبعه الكبرى، وهو دوت اللي بيكون مجموعه العشرين، ويمكن مصر حتى شاركت في اخر اجتماعين لمجموعه العشرين. نعود إلى جدول أعمال هذه القمة، الجدول المزدحم. سنرحي جانبا الأزمة ما بين الصين أو الأزمة التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة. لماذا طفت بهذا العمق وهذا البعد السياسي حرائق الأمازون على جدول أعمال هذه القمة؟ طبعا هي مشكلة طبيعية، مشكلة لها أبعاد سياسية اقتصادية، يمكن دوت اللي خلاها بقت موجودة على السطح. بقى في كتير من خلينا نقول الاتهامات اللي متوجهة للرئاسة مسؤولين في البرازيل، يمكن لسه لغايه دلوقتي العالم دلوقتي بيتحدث عن مشكله مرتبطه بتغير المناخ، وده مش اول حديث عن تغير المناخ، لا احنا شايفين ان الظاهره ديت والمشكله دي يمكن العالم عنها بيتحدث كل فتره، وحتى في مجموعه العشرين في الاجتماعات السابقه كان في حديث عن تغير المناخ والتكلفه الاقتصاديه اللي بتتحملها الدول اتجاه هذه الظاهره. مشكله الامازون طبعا هي بتاثر بالسلب على هذه الظاهره، وبتبتدي للاسف الشديد ان التكلفه دي بيتحملها العالم ككل وليس الدول بعين. طيب فيما يتعلق باللسان الافريقي متمثلا في مصر في هذه المشاركه، في ظل هذا التزاحم الدولي من هذه القوى، ماذا تريد افريقيا ان تقول في هذه المناسبه؟ ماذا لدى افريقيا في هذا التجمع المفترض ان هو بيدافع عن مصالحه او يثبت قواعد تم إرسائها في السابق؟ أفريقيا بتأكد على مفهوم الشراكة اللي ما بينها وما بين الدول الصناعية، نفس المفهوم اللي تم تأكيده في قمة العشرين بيتم التأكيد عليه مرة أخرى في ظل تحديات بتواجه الدول الصناعية زي الهجرة الغير شرعية ومكافحة الإرهاب. يمكن دولت اللي بيعظموا من دور المشاركة، وإن مفهوم التبعية الاقتصادية اللي كان موجود لسنوات طويلة جدا إزاي إن هو يختفي تماما ويبقى فيه مشاركة ويبقى فيه فعلا ضخ لاستثمار وتحقيق للتنمية في القارة الأفريقية، تقدر أن هي ترفع من مستوى معيشة المواطن الأفريقي، تقدر أن هي فعلا تعالج المشاكل اللي بتعاني منها القارة السمراء، لأن دوت السبيل الأمثل للطرفين سواء للقارة الأفريقية أو حتى للدول الصناعية اللي بتؤكد مرارا وتكرارا على إزاي الصعوبات اللي هي بتواجهها نتيجة الإرهاب، نتيجة الهجرة الغير شرعية. هل هذه المطالبات كانت في السابق وأظن أنها ما زالت وقد تستمر، هل لقت أذانا صاغية من قبل الدول الصناعية أو من هؤلاء؟ أعتقد أن في الفترة الحالية ابتدت إلى حد ما كتير من الدول الصناعية بالأخص يمكن ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما ابتدت تضخ استثمارات الفترة اللي فاتت بشكل أكبر، ابتدت أن هي كمان يبقى في نوع من أنواع الاتفاقيات، لأن كمان الدول الأفريقية اللي احنا بنتحدث عنها اليوم اختلفت كثيرا عن العقود السابقة، بقية في فكرة إزاي نصل لتكامل اقتصادي افريقي، بقى في اتفاق لمنطقه تجاره حره، بقى في رؤيه 2063، دي كلها يمكن مفاهيم ابتدت واتفاقيات ابتدت الى حد ما تاخذ اطار التنفيذ، وده يمكن افريقيا افريقيا. لكن هتوقف عند الجزئيه السابقه، ضربت مثلا بالمانيا والولايات المتحده، هل توجههم تجاه افريقيا في اطار التعامل مع افريقيا مجتمع ولا ثنائيات مع دوله كل حسب متطلباتها وشروطها؟ البداية كانت ثنائيات، لكن دلوقتي في ظل الاتفاقيات ديت والرؤية ديت ابتدى دلوقتي يبقى في رؤية اتجاه افريقيا ككل، لان احنا كمان لما نيجي نشوف ان الصين بتتحرك نحو افريقيا ككل، نبتدي نشوف روسيا ابتدت تتحرك كافريقيا ككل، فدلوقتي التفكير يمكن ابتدي كافريقيا ككل الدول الافريقية. مصر حتى لما بتتحدث هي بتتحدث عن القارة الافريقية وليس عن دولة عن مصر فقط، ولكن عن كافة الدول الأفريقي. طيب فيما يتعلق بالمشاكل، المشكلة المستدامة التي تطرح من حين لآخر ولم يجدوا لها حلا، وأحدثت قدرا من الشرخ بين الدول، كان نموذج فرنسا والولايات المتحدة أزمة المناخ،
هل تتوقع أن يتم حسمها أو الوصول إلى اتفاقيات ما بشأنها في هذه القمة؟ يمكن في أزمتين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، أزمة المناخ والأزمة الثانية إيران سياسيا، ولكن في أزمة أخرى أعنيها وهي الضريبة الرقمية. ودي ممكن تكون هي دي المشكلة كمان الحديثة. الضريبة الرقمية هي أن البرلمان الفرنسي يمكن وافق في يوليو الماضي على فرض ضرائب على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وهي شركات 30 شركة، 30 شركة دول ينتسبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بنتحدث عن الفيسبوك وجوجل وغيرها من هذه الشركات. فرنسا أكدت أن فرض الضرائب على هذه الشركات يحقق لها حصيلة ضريبية تقدر بحوالي 650 مليون يورو، وده اللي يمكن قبله الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية يمكن اعتراض وعدم موافقة وإزاي أن يتم فرض هذه الضرائب. ده يمكن آخر مشكلة نقدر نقول عليها أن هي كانت موجودة ما بين الطرفين، في ظل كمان أن ما بقاش توجه من جانب فرنسا فقط، ولكن أيضا توجه من عديد من الدول، حتى يمكن بالنسبة لنا هنا في مصر ابتدينا نفكر إزاي يبقى في تنظيم للتجارة الإلكترونية، ويبتدي إزاي يتم فرض ضرائب على الإعلانات الإلكترونية وغيرها من هذه الأمور. فنقدر نقول إن دي يمكن أحدث المشاكل اللي موجودة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين فرنسا، بجانب المشاكل السابقة سواء إيران، سواء بنتكلم على ظاهرة تغير المناخ والمشاكل السابقة ما بين الدولتين. الضريبة الرقمية، علشان نعيد توضيحها مرة أخرى، هي الضرائب اللي بتفرض على كل من يعمل من خلال الفضاء الإلكتروني، على الشركات العاملة في الفضاء الإلكتروني. وهل الدول الأوروبية بمعنى أدق الاتحاد الأوروبي سيقف بجانب فرنسا في هذه الفكرة؟ أعتقد أن كتير من الدول الأوروبية ابتدت أن هي ترحب بهذه الفكرة في ظل سعيها لوجود إطار يتفق عليه كافة الدول في تنظيم هذه التجارة اللي أصبحت بتسيطر على نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد العالمي، وفي ظل التحول الرقمي مع سعي طبعا الدول الإفريقية والدول المستقبلة للتكنولوجيا إزاي أن هي تقدر كمان تعظم من استفادتها من هذه التجارة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية لدي. هل البعد الاقتصادي فقط هو ما دفع فرنسا إلى فرض هذه الضريبة، أم المكايدة السياسية؟ أعتقد أن جزء منها مرتبط بالاقتصاد، لأن احنا بنتكلم على مشاكل إلى حد ما بيمر بيها اقتصاد الفرنسي، وده اللي كان دفعه أنه هو يرفع الضريب على المحروقات الفترة الأخيرة، وده اللي يمكن قبله برفض مجموعة كبيرة جدا من المواطنين وخرجوا بمظاهرات. فكان البديل أن هو زي مظاهرات السطرات الصفراء بالضبط، فإزاي أن يتوفر بديل هيقدر أن هو يوفر 650 مليون يورو عن طريق إن الشركات الأمريكية العاملة في هذا القطاع. طب في تقييمك لماذا هذا هو سؤال له عنوان سياسي ولكن في مضمونه اقتصادي، لماذا هذا التناطح؟ لماذا لا يرضى رضاء كامل الرئيس دونالد ترامب عن نشاط الرئيس ماكرون في تقييمك في هذا التوقيت؟ يمكن التصريحات اللي بتخرج من ترامب في معظمها هي إنجاز التعبير تصريحات مش من رئيس دولة، ولكن تصريحات من مستثمر، من رجل أعمال، وهو دوت يمكن التناقض الشديد جدا في شخصية ترامب، إن هو بيتعامل في عديد من المواقف بفكر المستثمر، بفكر رجل الأعمال، بفكر المصالح التجارية فقط. التعامل في السياسة والحنكة السياسية والتصريحات الرسمية لابد أن يكون لها معايير أخرى مختلفة تماما عما يحدث في الوقت الحالي. طيب اقتصاديا، هل فرنسا قادرة على مجابهة الولايات المتحدة؟ أعتقد أن في الوقت الحالي صعب، لأن فرنسا عندها كثير من المشاكل اللي بتخليها أن هي صعب أن هي تواجه الولايات المتحدة، ولكن في اتجاه من جانب فرنسا إزاي يبقى في تنسيق دولي ما بينها وما بين الولايات المتحدة وعديد من الدول لحفظ المصالح لكافة الأطراف، في ظل أن احنا بنتكلم على حرب تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الاتحاد الأوروبي يسعى إلى وجود اتفاق وليس إلى رفع حدة الصعات ما بينها. أي مستوى من العقاب يستطيع فرضه الرئيس دونالد ترامب على فرنسا، وإلى أي مدى يستطيع أن يذهب؟ أعتقد أن فكرة فرض عقوبات على فرنسا في الفترة الحالية أعتقد أنه صعب، لأن ما زالت فرنسا تمتلك حجم اقتصاد هو من ضمن أهم الاقتصادات في منطقة اليورو، وفكرة أن يتم التصعيد مع منطقة اليورو في الوقت الحالي ما بينه ما بين منطقة اليورو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه صعب، في ظل أن احنا لما بنشوف الحرب التجارية هنلاقي أن الاتحاد الأوروبي إلى حد ما هو يميل اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، فليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تخسر حليف رئيسي كالاتحاد الأوروبي. طيب في تقييمك ما قبل انعقاد هذه القمة، هل بترى رابط؟ نحن نتحدث حول مضامين
اقتصادية، ولكن دائما العناوين السياسية هي الجاذبة. أكيد. ما قبل انطلاق هذه القمة هناك تجارب صاروخية لصواريخ كروز جديدة في ما وصف بأنه محاولة لإشعال سباق التسلح، ورد لم يكن بالمثل من قبل روسيا. هل بترى رابط أنه تم إطلاقه قبل انعقاد هذه القمة في فرنسا؟ أعتقد هل هناك إشارة ما؟ اعتقد ان زي ما حضرتك قلت يمكن بيبقى في بعض الشعارات السياسيه اللي ممكن تكون يعني بتخالف كتير الواقع، لكن الصراعات السياسيه والصراعات الاقتصاديه المستتره للتصريحات اكيد بتبقى فيها نوع من انواع عدم الوضوح بالشكل المعلن في الساحه الدوليه. فاعتقد ان ممكن يكون في ربط، لكن الربط ده ممكن يكون غير معلن بالشكل اللي احنا ممكن نكون متوقعين. المانيا كفرنسا دخلت هذه القمه هي الاخرى وهي مثقله بالتشاحن والتلاسن الاقتصادي أكيد. مع الولايات المتحدة، أين تقف ألمانيا في هذا التوقيت من فرنسا وكلاهما من الولايات المتحدة؟ أكيد طبعا ألمانيا بتميل لاتجاه فرنسا بحكم منطقة اليورو، بحكم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي اللي بيعاني الفترة الأخيرة من مشاكل عدة، مشكلة بريكزيت، مشكلة إيطاليا، ومساعي بشكل غير مباشر للخروج الفترة القادمة من منطقة اليورو. أكيد ألمانيا بتحاول أنها تحافظ على منطقة اليورو، تحافظ ان هي على مصالح منطقة اليورو ضد الولايات المتحدة، وبتحاول دايما ان هي يعني خلينا نقول ان هي يبقى في تنسيق وتوضيح لوجهات النظر ما بين كافة الأطراف، لان منطقة اليورو في الوقت الحالي مش من مصلحتها ان هي تخش في اي صراعات، وبالاخص مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل بترى ان الولايات المتحدة نجحت او تحاول ان تنجح في استغلال أزمة البريكزيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصعيد خلافات في محاولة، هكذا أقول ولك التعقيب أو التصحيح، أنها تحاول أن تعطي قدر من الاهتزاز لهذا الكيان المتماسك، أو رسائل عكسية لألمانيا باعتبارها الراعي الرسمي لتماسك هذا الكيان، أو لفرنسا باعتبارها المساعد الرئيسي إن صح هذا التعبير؟ طبعا هي الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول أن هي تستغل أكيد أي موقف، لأن دوت هيقدر أن هو يقوي من سيطرتها على المستوى الاقتصادي العالمي وعلى النشاط الاقتصادي العالمي بشكل أكبر. فكرة التكتل الاقتصادي الموضوع موجود في منطقة اليورو أكيد قوته ديت مش في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، مهما كان حليف معاها لوقت ما، ولكن يظل أيضا منافس بعملته، منافس بصناعته، منافس على الشأن الاقتصادي ككل، وبالتالي فكرة التناحم والتناغم ما بين هذا التكتل يظل طبعا منافس قوي أمام الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أنها تدمر أو تهز استقرار أي اقتصاد يواجهها أو ينافسها. طب والإعلان عن تحالف ثنائي ما بينها وبين بريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج، هل ترى أن هناك رابط في هذا التصريح وما بين ما يحدث في أوروبا وما بين العلاقة ما بين الولايات المتحدة وألمانيا، والتلويح بأنها عليها أن تدفع المزيد من المبالغ في أو التزاماتها المؤجلة تجاه حلف شمال الأطلسي الناتو، القوة العسكرية الحامية لهذا الكيان؟ أعتقد أن يمكن الفترة ديت لما بنشوف الاتفاقيات اللي موجودة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ده بيوضح لنا الجزئية الخاصة بإزاي أن الولايات المتحدة الأمريكية بترحب بالبريكزيت، بترحب بخروج بريطانيا من منطقة اليورو، وده اللي يمكن بيخليها كمان مش بتتوقف عند هذه الجزئية، ولكن بتمارس ضغوط أخرى سواء على ألمانيا أو غيرها من الدول لتفكيك هذا التكتل اللي احنا بنأكد ان هو منافس ومنافس قوي للولايات المتحدة الأمريكية. فالضغوط دي سواء مرتبطة بدفع مبالغ لأي تعويضات، مبالغ للحماية، مبالغ للهجرة الغير شرعية، وغير مشكلة اللاجئين، عدة مشاكل بيتم تصديرها بشكل مباشر لمنطقة اليورو حتى تبتعد تماما عن فكرة المنافسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. كل ما سبق، كل هذا الزخم الذي سبق وتحدثنا فيه منذ بداية الحوار وحتى هذه النقطة، إلى أي مدى وسط هذا الزخم صوت إفريقيا سيكون مسموعا؟ صوت إفريقيا هيظل مسموعا، لأن احنا بنشوف ان في تراجع بشكل واضح في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، شايفين ان مصالح الدول الصناعية اكيد هتفضل موجودة في إفريقيا. إفريقيا بتمتلك 1.2 مليار نسمة، تظل سوق كبير بالنسبة لاستضافة وتصدير المنتجات الأوروبية والمنتجات الولايات المتحدة الأمريكية. الموارد اللي بتمتلكها القارة الإفريقية اكثر من 30% من الموارد المعدنية على سبيل المثال عالميا. يظل السوق الإفريقي
هو السوق الذي يستهدف من جانب الدول الصناعية، ولكن الجديد أن الدول الصناعية بتسعى إلى أيضا تحقيق مصالحها سواء عن طريق معالجة مشاكل تعاني منها لسنوات طويلة جدا، سواء مرتبطة بالفقر أو مرتبطة بانخفاضات مستويات البنية التحتية والمعيشية. دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، سعدت بلقائك جدا، أشكرك شكرا جزيلا. وكان الحديث مشاهدي الكرام حول الدورة 45 لقمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى التي تعقد في الغرب الفرنسي. هذه نقطة ختامنا في وقفتنا الحوارية الأولى. بعد قليل الإعلام الوطني، الإعلام المصري دوره في تصدير صورة مصر، هل يصح هذا التعريف؟ هذا ما سنتوقف بشأنه في وقفتنا الحوارية القادمة بعد قليل، أرجو أن تبقوا معنا.